ودلوقتي معادنا مع فقرة السبورة، لأن فقرة السبورة فيها تفاصيل فنية مهمة جدا على مباراة الأهلي والوداد، وإحنا بنتكلم على مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي اتلعبت على استاد القاهرة الدولي. كريم حضر تفاصيل فنية مهمة جدا على لقاء الذهاب، وأكيد في شغل تكتيك تم من كلا المدربين. أكيد يا محمد، وطبعا إحنا كنا بنتكلم قبل المباراة دي كان في ما يشبه ماتش الشطرنج ما بين فاندربروك المدير الفني لنادي الوداد ومارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي. والشغل في وجهة نظري الناس كانت متخيل هو عند مارسيل كولر، لا، الشغل كان القرار كان عند فاندنبروك، لان هو استلم الفريق اللي بيتابع الوداد السنه دي. الوداد مع جاريدو كان حاجه، وبعد ما الوداد ترك جاريدو ولحق انه يجيب فاندنبروك قبل ماتش سان داونز حاجه تانية. فاندنبروك ببساطه لما هيبص على السنين اللي فاتت وخصوصا مباراه وليد الرجراجي السنه اللي فاتت في الفاينل والشغل اللي اتعمل قبليها، هيبدا يقول لك والله انا هعمل شغل عكس اللي عمله الرجاء مع الاهلي دور الثمانيه. لو تفتكر احنا في كتفك الاهلي هنا في تحليل ماتش الاهلي والرجاء في ماتش الذهاب والعوده، قلنا ان الفريق هيهاجم الاهلي وهيضغط عشان ما يكررش نفس الغلطه اللي عملها السنه اللي فاتت لما دخل فيهم هدفين في نص ساعه. فاندنبروك بالفعل جه القاهرة وعمل الزون ديفنس وما فكرش خالص انه يلعب على الاهلي ضغط عالي. ولما نبص على البورد هنلاقي ان توزيعة لعيبة الوداد كانت كلها تحت الكورة، يعني كله بيسايب الاهلي يحضر زي ما هو عايز، محدش يضغط ضغط عالي، واول ما يعدوا نص الملعب يا جماعة نبدأ الضغط بتاعنا. مارسيل كولر كان واضح جدا ان هو متوقع هذا الامر، وكان واضح جدا 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 ان هو واخد قرار انا عايز اخلص الدنيا من هنا. ده بان فين؟ في الشوط الاول. الشوط الاول النادي الاهلي في شكل الهجومي لعب بطريقه اقرب ممكن نقول 4-1-4-1 في الشكل الهجومي. ديانج مأخر نفسه شويه عشان يحمي اي مساحه للهجمات المرتده، ومروان عطيه وحمدي فتحي عندهم حريه بالغه جدا 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 في الانطلاقات لغايه نص ملعب نادي الوداد، ومع الحريه الكامله للثنائي محمد هاني وعلي معلول. حتى كان في اوقات كتيره الاثنين يا محمد بيطيروا مع بعض، وده امر خطير جدا لما مدير فني في ماتش فاينل زي ده يقول الاثنين الفول باكس طيروا ومع بعض. يعني متعودين ايه مثلا في ماتش بتاخر باك بتاخر واحد والتاني اتقل والتاني عينه عليه، بيقول دايما المدرب بيقول له ايه؟ عينك على التاني، لو هو طار انت اثبت مكان، اثبت شويه، لو هو ثبت انت اطلع. الاثنين كانوا طالعين، والاهلي كان بيهاجم الوداد في بعض الاوقات ب 10 لعيبه، يبقى خلي بالك امتى؟ في بدايه المباراه، والنتيجه 0-0. فدي ببساطه تورينا النقطه اللي احنا عايزين نتكلم عليها. ايه سبب تفوق النادي الاهلي فنيا على الوداد؟ الناس كلها كانت شايفه ان الاهلي متفوق فنيا. المباراه لحد ما كانت وان سايد جيم طوال الشوط الاول ولغايه هدف كهربا الثاني في الدقيقه 59. ببساطه يا جماعه تفوق النادي الاهلي كان بيعود الى سرعه التمرير والتحرك بدون كوره. بيرسي تاو وحسين الشحات بادئين المباراه ستريتشنج للملعب، واقفين على الخط فسحبين معاهم الفول باكس بتوع الوداد، فالوداد غصب عنه عشان الاثنين دول واقفين على الخط عامل ايه؟ فاتح الملعب جدا غصب عنه. هيعمل ايه؟ ما يقدرش يلعب من جوه. لو لعب من جوه هو ساب المساحه للثنائي اللي على الطرفين بتوع الاهلي ان هم يستلموا الكوره ويروحوا للمرمى ويعملوا مواقف واحد على واحد، ده خطر جدا. طب هل الوداد يتفاجئ بطريقه لعب الاهلي انه بيلعب على الاطراف؟ لان الوداد دايما بينجح انه يقفل المساحات ويقفل العمق. اه صحيح، وخلي بقى برافو عليك، ولو خدت بالك كمان ماتش سان داونز قبل حاله الطرد اللي في كازابلانكا، قبل ما سان داونز يطرد له اللاعب ويبدا يلعب ب 10، حتى ان هو لما لعب 10 كان تحس ان الماتش متوازن، بس الوداد كان عارف ومارسيل كولر شايف ان سان داونز كان عايز يهاجم الوداد من العمق، فالوداد مسته لما انت بتهاجمه من العمق هو بيقدر يقفل، لان هو كمان اللعيبه عنده خبره، مكبر في السن بس خبره، بيعرفوا يتصرفوا، بيعرفوا يطلعوا من مواقف معينه. لكن لما اقول لهم تعالوا بقى نلعب ماتش بدني مع بعض وماتش جري وماتش مساحات، ده صعب، ان هو كده هيعمل ايه؟ انت ببساطه الفريق ده عامل عارف القماشه انت عمال تمزقها، عمال تجيبها يمين وتوديها شمال، تجيبها يمين وتوديها شمال، كل ده بعد تحرك عرضي. التحرك العرضي في الرياضه متعب اكتر بكتير من الطولي. التحرك الطولي وانت بتتحرك بالعرض اصعب، اصعب بكتير جدا 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 انك تتحرك بالطول. وبالتالي بدا مارسيل كولر كل همه في وجهه نظري ان هو يعني
التوفيق يبقى حالفه ان يجيب هدف مبكر، بس الاهم من ده ان لعيبه الوداد يخرجوا من الشوط الاول منهكين بدنيا تماما. الاهلي بالفعل عمل كل ده، وشفنا النادي الاهلي وصل في بعض الاوقات للشكل اللي انا هرسمه لك دلوقتي. نص الملعب، بص المنظر بتاعنا كان واصل في بعض الاحيان لكده. ياسر ابراهيم وحمد عبد المنعم واقفين بالفعل عند منطقه نص الملعب، وكله ساحب الوداد في نص ملعب، وبالتالي شفنا الوان سايد جيم احنا بنتكلم عليه، وهذا كم من الفرص اللي ضاعت في الشوط الاول لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى كللك بالهدف الاول في الدقيقه 46 او 47 من بيرسي تاو. نروح الشوط الثاني، لغايه دلوقتي انت التارجتس بتاعتك اتحققت. بس خد بالك برضو قبل ما نروح للشوط الثاني، نعم، الهدف اللي جه برضو تمريره في العمق، يعني الاهلي عرف يخترق من العمق برضو. الهدف الاول يعني كان التمريره اللي راحت لحسين الشحات. لا هو حسين عمل عرضيه، نعم، بس قبل التمرير قبل العرضيه حسين الكره جات له من العمق. مش مختلف، لا انا مش مختلف على ده، انا بتكلم بس بتكلم في حته ايه، ان الاهلي كان اساس عنده بخلاف، هو طبعا مش هو معظم الوقت بيختلف مع اطراف، ليه؟ ان انت عايز الهدف انك مش انت تجيب الجون من الاطراف، لا هو الهدف ان انت عايز تجهد الوداد، الوداد لازم ينهك تماما، لازم لياقته البدنيه، وعايز اديك هنا مثلا برضو فكرتني بحاجه، دليل ان الوداد فعلا لياقته البدنيه فعلا اتاثرت. الشوط الاول نادي الوداد جات له هجمه مرتده في الدقيقه 41، الحسوني خد الكوره من على الطرف اليمين وانطلق وكان رايح ولوحده بكل بساطه، استلم الكوره ومفيش اي ضغط عليه، واول ما استلمها وقفت تحت رجليه راح عامل كوره عرضيه ملهاش اي معنى، راحت لمحمد، راحت لمصطفى شوبير بكل سهوله. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو ذهنيا مش قادر ان هو يقف ويرجع ويبص على مين. واضح جدا لعيبه الوداد فعلا تم انهاكها تماما في الشوط الاول. الهدف لما جه دخل النادي الاهلي اوضه اللبس وهو متقدم بهدف افضل بكتير من ان انت تخش وانت 0-0. طيب الشوط الثاني النادي الاهلي طبعا الوداد خلاص فاندنبروك اضطر ان هو يغير اسلوبه، قال لهم يا جماعه بصوا احنا لو فضلنا كده اكيد الاهلي هيجيب التاني بسهوله وهيجيب التالت بسهوله، واحنا واقفين بنتفرج، احنا مضطرين نخاطر ان احنا محتاجين نهاجم. وبالفعل اول خمس دقائق من الشوط الثاني الوداد عن طريق المترجي من الجبهه اليسرى بتاعته سنحت له كذا فرصه بس لم يعني يوفقوا فيهم. النادي الاهلي بعد ما امتص الوداد اول خمس دقائق في الشوط الثاني بدا يرجع لنفس اسلوب الشوط الاول، ضغط عالي ونلعب بنفس التكتيك بتاعنا، وبالفعل قدر ان هو يجيب الهدف الثاني في الدقيقه 59. لغايه الدقيقه 59 دي في وجهه نظري هي دي النقطه الفاصله في الماتش. ليه؟ بعد الدقيقة 60 لعيبة النادي الأهلي متقدمين 2-0 والجهاز الفني شايف 2-0، بدأ الفريق يرجع يلعب كورة إلى حد ما يمكن وصفها بإنها الحفاظ النتيجة. على النتيجة وقفنا، والوداد بدأ طبعا 2-0 مع ضغط اللعب مع كل شيء بدأ ان هو يخرج من قواعده ويطلع. هنا عايز بس اقول حاجه عشان هي دي النقطه الوحيده، طبعا احنا عملنا تقريبا كل 90% من التاكتكس بتاعت النادي الاهلي كلها اتعملت صح في الماتش ده، ما عدا حاجه واحده. دقيقه 60 يا محمد، في خمس دقائق وقت بدل ضايع في الشوط الاول، ده معناه ان اللاعبين 50 دقيقه في الشوط الاول. في وجهه نظري كان يجب على مارسيل كولر بعد الدقيقه 60 كان فعلا خلاص كهربا، واضح جدا ان هو مظبوط خلاص بدنيا مش قادر، وعلي معلول كان عنده مشكله ان في التغطيه الدفاعيه حسين كان مركز في الهجوم اكتر ما مركز في الدفاع، وخط الوسط برضه لحد ما كان مركز في العمق اكتر ما مركز ان هو يعني يامن مع طرف علي معلول. انا وجهه نظري الشخصيه ممكن الحاجه الوحيده نقول عليها غلطه حصلت في المباراه دي من الجهاز الفني للنادي الاهلي هو التاخر في التغييرات، والتغييرات ما كانتش هتبقى تغييرات تكتيكيه، احنا عارفين التغييرات ليها نوعين، تغيير تكتيكي او تغيير مركز بمركز. لا انت التكتيك بتاعك ناجح ماشي كويس وماشي كويس، انت مش محتاج تغيره، غيره ليه؟ هو اللي يغير، انا مش محتاج اغير حاجه، انا زي الفل انا ماشي كويس. كان لازم يتم ضخ دماء جديده في نص الملعب، او حتى احنا متعودين كل الناس تقول مارسيل كولر من 65 بيتاخر في التغييرات، بس بنقول متاخر ايه؟ 65 70 ماكسيمم، ما عنديش 70 بصراحه، انما انت تسيب الفريق للدقيقه 85 ده معناه ايه بقى؟ 40 دقيقه في الشوط الثاني
وعندك 50 دقيقه في الشوط الاول يبقى كده كامل في اللعب قد ايه؟ ساعة ونص فعليا لعبوا ساعه ونص كوره وايه وضغط عالي ساعه ونص بنضغط الوداد اسحات لو شلنا 20 دقيقه منهم 70 دقيقه. طب مين اللي كان ينزل؟ طيب لو انت بتتكلم في معلول وبتتكلم مثلا في كهربا، انا وجهه نظري انت كنت محتاج تنزل قندوسي وتنزل محمد شريف بشكل مبكر وتنزل احمد عبد القادر بشكل مبكر بحيث انك تعمل ايه؟ طبيعي يا محمد لما الوداد هيبدا يهاجم ويطير هيبقى في مساحات وراه اكيد، اللي يعمل لك الشغل ده البديل مش اللي في الملعب. مظبوط، حرام عليه لسه مخزون بدني صعب. اللي في الملعب لما انت تديله يعني مهام جديده يعني هو انت مش حاسس احساسه هو، وبرده الجو كان فيه رطوبه يعني الماتش اتلعب في يوم اصلا عند درجه الحراره في مصر بقى لها كام يوم عاليه واحنا كويسين بدنيا على فكره، بس برضو اكيد 100% اداء حسين الشحات واداء بيرسي تاو في الدقيقه 70 او 80 مفيش فرقه، مش زي الدقيقه واحد مفيش فريق في العالم يا كريم بيلعب 90 دقيقه بنفس النسق، لازم اكيد في توقيت معين بيهدى شويه. هي دي النقطه ان انا في وجهه نظري كان يمكن ان احنا نحافظ بيها على رتمنا، كنا ممكن نسعى ان احنا نجيب الهدف الثالث والرابع. ليه؟ لا اللي انا كنت بقول لو تعبنا نفسنا النص ساعه دي افضل بكتير ما اقعد في القلق واروح هناك بشكل واتعب بقى في هناك، الماتش هيبقى متعب جدا. لو انت كنت رايح 3-0 خلص، لما تروح 2-1 خلص، لما تروح 2-0 حتى. يعني انا 2-0 بالنسبه لي قطعت اكتر من نص المشوار، 3-0 انا بقولك على المستوى الشخصي، 3-0 الفاينل انتهى، الموضوع منتهي، الموضوع منتهي، الموضوع منتهي. عموما لسه عندنا جوله ثانيه ولسه في شوط ثاني ان شاء الله في كازابلانكا، وانا عندي ثقه وانت عندك ثقه الاهلي هيرجع ان شاء الله بالكاس باذن الله. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق يا رب للنادي الاهلي في رحله كازابلانكا والعوده بالاميره السمراء باذن الله. ان شاء الله النادي الاهلي يتوج ببطوله افريقيا هذه المره. وحلقه برنامج في كتفك يا اهلي من خلال جي ال سي ويلا كوره حاولنا قدر الامكان نقرب من كل التفاصيل قبل الاستعداد للقاء العوده. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.